نعمل مع بعض النهارده العيش البلدي، حلو جدا. اول حاجه انا هستخدم دقيق الضحى دوت، بحط 3 كوبايات ونص من الدقيق. انت ممكن تعمليه كده، انا بس بحط نص كوبايه من دقيق الشوفان عليها نص كوبايه من الدقيق الاسمر ومعاها 2.5 كوباية من الدقيق الابيض، يعني انا بحب استخدم كده. اللي عايز يحط كله دقيق اسمر ماشي، يبقى 3.5 كوباية من الدقيق، سواء بقى زي ما انت تحطي عندك، او انا بحط نص كوبايه شوفان ونص كوبايه دقيق اسمر. كمان هستخدم معلقة كبيرة لبن بودرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان 1/4 كوباية كده زيت على سمنة، واحط 1/2 كوباية من الزبادي. العيش ده بيطلع حلو جدا جدا، وببتدي كده ادخل كل المكونات دي في بعض. معلقة كبيرة من الخل، وهجهز دلوقتي عجينة كده هعملها على النار، 1/4 كوباية من اللبن، 1/4 كوباية من المية، 1/4 كوباية من الدقيق. دي 1/2 كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة خميرة ومعلقة صغيرة سكر، واسيبها لحد ما تخمر كده. خلاص هفضل اعجن فيها مش اقل من 5 دقايق كده كويس، لحد ما تبقى طرية معايا. انا حسيتها بس طرية، فهزود كده شوية كمان من الدقيق كده، اغطيها بالاسترتش واسيبها تخمر لمدة ساعة، وبعدين نبتدي نشوف الباقي مع بعض كده. خلاص بعد ما العجينة خمرت لمدة ساعة عندي في الفرن، فتحت الفرن لمدة كده 2 دقايق ورحت قفلته وسبتها تخمر. العجينة طالعة حلوة جدا جدا كده. خلاص ببتدي اقسم العجينة عندي الكرات كده بالشكل ده، تعمليه على قد حجم الرغيف اللي انت عايزة تعمليه. تمام، ببتدي اقسمه. يعني انا عمل معايا تقريبا 9 وحدات، كل واحد طبعا على حسب حجم العيشه اللي هو عايز يعمله، بس 9 ده هيديكي 9 متوسطين. كده خلاص بنبتدي نفرد كده شوية من الدقيق، او ممكن لو عايزة تفرديه على الردة برضو يبقى تمام مفيش مشكلة، بس انا كده هفرد عندي على شوية من الدقيق، واخد كل الكرة لوحدها وابتدي ان احنا نفردها كده بالنشابة. اهم حاجة بس ما تفردهاش رفيع قوي ولا تخين قوي علشان تنفش معانا وتبقى طعمها حلو على النار. ما تحاوليش ترققيها قوي عشان ما يتقطعش منك، يعني تقريبا بيبقى سمكه سنتي كده او اقل شوية كده. خلاص خلصناهم كلهم، عملوا محاوية معايا 9 كده ترغفة. دلوقتي هبتدي اسيب العيش كده على كل ناحية تقريبا 2 دقايق، او في اول 2 دقايق على نار هادية، وبعدين بعلي النار عليه عشان يبتدي يتنفخ معايا بالشكل ده. تمام، وببتدي اقلب فيه كده على كل وش 2 دقايق شوية. شوفوا كده شكله بعد ما قلبناه، احنا بنعمل كده بالحتة منديل عشان نحاول ندخل الهواء جواه. بصوا شكله عامل ازاي، حلو قوي. ده كده شكله بعد ما خلصناه، عمل معايا 9 ترغيفة، حلو جدا جدا وطعمه بجد حلو قوي، بجد جربوه مش هتندموا، وشكله كمان حلو قوي قوي يفتح النفس. بصوا كده هنفتح واحد معاكم، ده كده شكله بعد ما خلص، بصوا بيتفتح وحلو جدا ازاي. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا باي باي.